الرحمن الرحيم، أهلا بكم في محاضرة الـ Joints of the Upper Limb، وهناخد النهاردة الـ Shoulder Joint، Sternoclavicular Joint، Acromioclavicular Joint. Let us start with you دكتور رشا ربيع، Assistant Professor of Anatomy and Embryology, Alexandria University. هنبتدي نتكلم عن أول جوينت وهو الشولدر جوينت. خدوا بالكم يا ولاد، أي جوينت هنتكلم عليه لازم تقولولي النوع بتاعه إيه، الطيب بتاعه إيه. وبالمناسبة كل الجوينت بتاعت الأبر لمب تعتبر ساينوفيال جوينت. تاني حاجة تقولولي الأرتيكولار سيرفسز، مين مع مين، مين العظمة اللي هتأرتيكوليت مع العظمة التانية. تمام، بما ان اتفقنا انه ساينوفيال جوينت لازم تقولولي ان ليه كبسول، دي من احدى شروطه، والكبسول ده مبطن بساينوفيال ممبرين، وكمان ليه من بره ليجامنتس بتربطه. طيب ويا ترى ايه الموفمنت اللي بيعملها، وايه الماسلز اللي بتعمل الموفمنت دي، واخيرا اللي بيخلي الجوينت ده ستيبل والعظمتين ما يخلعوش من بعض. إذا حققت النقاط دي يبقى أنت ذاكرت كويس الجوينت. طيب نبتدي بأول حاجة اللي هي الطيب، احنا اتفقنا إنه ساينوفيال، بس إيه الفرايتي بقى؟ إيه نوع الساينوفيال ده؟ بول أند سوكت، في كورة بتدخل جوه حق، أهو في كورة دخلت جوه الطبق ده كده، فبنسميه بول أند سوكت اللي هو رقم واحد هنا. طيب كم اكسس بيتحرك حواليه الجوينت ده؟ هو بولي اكسيال، في محاور عديده، في فيرتيكال وانترو بوستيريور، وفي ترانسفيرس، في كتير. تمام، يبقى هو بولي اكسيال. طيب ده بالنسبه للطيب. الارتيكولر بقى سيرفيس، مين مع مين؟ طيب انتوا شايفين هنا مين دي؟ دي الهيد اوف الهيومرس، فين الحق اللي هي داخله فيه؟ ده الجلينويد فوسة او كافيتي، وفي العظمه دي اللي هي مين؟ السكابولا. بس زي ما انتوا واخدين بالكم كده ان الجلينويد كافيتي مسطحه، ما هيش كوره عميقه زي هنا، علشان كده ربنا خلق لها حواف مرتفع شويه من الفايبرو كارتليج. الحواف دي زي بالظبط الطبق اللي ليه حواف عشان يبقى طبق عميق ويتحمل وجود الشوربة جواه. طيب الجلينويد فصة ربنا خلق لها حواف حواليها معمولة من الفايبرو كارتليج اسمها ليبرام جلينويدال، ودي علشان تديب الارتيكولار سيرفس. لو تلاحظوا هنا يا ولاد الجلينويد فصة زي ما يكون كده ايه، مزرقة شوية، دي علشان عليها طبقة من الهيالين كارتليج. كذلك برضو الهيد اوف الهيومرس اللي هي ارتيكوليتنج معاها بيبقى عليها طبقة برضو من الهيالين كارتليج اللي هي باللون الازرق دي، علشان تارتيكوليت معاها وتحمي العظم. يبقى الارتيكوليتنج بارت كفرد باي هيالين كارتليج. طبعا انتوا عارفين ان شرط من شروط الساينوفيال جوينت ان يبقى ليه كبسول، فالكبسول الفايبرس اللي انتوا شايفينه ده هو ده الكبسول. طب يا ترى ماسك فين بقى بالظبط؟ هو ماسك بالظبط في حدود الجاست اوتسايد ذا ارتيكولار مارجن. طب هي مين الارتيكولار مارجن؟ الليبرام جلينويدال، يبقى خارج الليبرام جلينويدال يمسك الكبسول بتاعنا. تمام، طيب ايه كمان؟ وبيمسك كمان في الاناتوميكال نيك اوف الهيومرس، طبعا داير ما يدور، انما من تحت بقى بتلاقوه واسع ومدلدل كده، وبيجي ناحيه الشافت اوف الهيومرس او السيرجيكال نيك ويمسك، فبيبقى عامل بوكيت كده من هنا واسع جدا. طب يا ترى فكرتوا ليه هنا مدلدل كده وواسع؟ عشان يا ولاد الابدكشن، لما تيجي الهيومرس تعمل ابدكشن الكبسول هيبقى ستريتشد في الحته دي كده،
ممكن يتقطع، علشان كده ربنا خلاه واسع في الحتة دي علشان ما يتقطعش. يبقى هو عامل زي الكم الواسع اللي حوالين الريست، يبقى الكبسول اتاتشد جاست اوت سايد ليبرام جلينويدال واتاتشد للاناتوميكال نيك، انما انفيريور وميديال بيدلدل شويه كده ويمسك ناحيه الشافت اوف الهيومرس علشان ساعه الابدكشن يسمح لي بحريه. طيب يبقى حققنا كده التايب مين مع مين، الارتيكولار بارت، الكبسول ماسك فين. طب الكبسول ده مش متبطن بساينوفيال ميمبرين. طيب الاول قبل ما نتكلم على الساينوفيال ميمبرين خلونا نشوف الصوره دي منظر للسكابولا وهي بعدنا عنها الهيد اوف هيوميرس اهي. طيب التندون ده هو التندون اوف لونج هيد اوف بايسبس، وهو طالع من هنا في حته اسمها سوبرا جلينويد تشوبريكل واحنا قاطعينه. طيب خدوا بالكم السوبرا جلينويد تشوبريكل هنا الكبسول لما يجي يمسك براها، يعني يمسك في الحتة دي هنا كده جاست اوتسايد الليبرام جلينويدال اللي هي دي هنا. فلما الكبسول هيمسك من هنا، معنى كده ان اللونج التندون اوف البايسبس دخل جوه الكبسول هيغطيه فهيبقى انترا كبسولر. خلاص اتفقنا، يبقى التندون بتاع البايسبس هيبقى جوه الكبسول انترا كبسولر. متفقين على كده؟ ليه يا ترى؟ لان الحته اللي بيطلع منها اللي هو السوبرا جلينويد تشوبريكل الكبسول بيتعداها لما يجي يعمل اتاتشمنت. طيب بالنسبه بقى للساينوفيال ميمبرين، الساينوفيال ميمبرين عايزاكم تتخيلوا معايا ان هو عباره عن كيس مقفول وفيه فلويد صغيره، مينيمال اماونت اوف الفلويد. الكيس بقى ده هيجي يتدلدل هنا كده يا ولاد على الهيد اوف هيوميرس وعلى الجلينويد فوسة عشان يبطن الكبسول. ادي الكيس هيتدلدل عليهم، طبعا انتوا شايفينه من ناحية تانية انما متدلدل برضو من الناحية التانية، يعني عامل كده متدلدل من الجنب ده ومن الجنب الناحية التانية اللي احنا مش شايفينه، وفي نفق تحتيه اهو اهو كده. النفق ده بقى قاعد في الهيد اوف الهيوميروس والجلينويد فوسة. معنى كده ان الساينوفيال ميمبرين ده بيبطن كل الكبسول ما عدا الحتتين اللي لازقين في بعض من الهيد اوف الهيوميروس وكمان الجلينويد فوسة. الكبسول او الساينوفيال ميمبرين هينزل عليهم كده اهو الكرة الكاملة دهيت، لكن مش هتبطنهم هما الاتنين والا يتهرس ما بينهم. طيب في الوقت نفسه الكرة دي او الكيس ده هتمد بصباع كده فوق التندون اوف البايسبس وتنزل معاها بشويه كده تعمل لها زي ساينوفيال شيز، بس خدوا بالكم الصباع ده جاي من الكيس ده متصلين ببعض تمام، وبيغطي التندون اللي بيعدي من تحتيه. معنى كده ان التندون الاسود ده هل اخترق ودخل جوه الكيس؟ لا، هو بس الصباع ده عدى على التندون، فبالتالي بنقول على التندون اوف البايسبس انه صحيح جوه الكبسول انترا كبسولار لكن اكسترا ساينوفيال ما اخترقش الكيس. ادي يا ولاد اللي انا بقول لكم الكيس الازرق ده هو الساينوفيال ميمبرين، خدوا بالكم عامل نفق معدي من تحتيه الجلينويد والهيد اوف هيوميرس والحته اللي هي المدلدله دي كده في اختها الناحيه الثانيه، زي بالظبط كده لما بتجيب بالونه وتديها لكميه كده بايديك البالونه هتعمل كده علشان تدخل ايديك جواها، البوكس بتاع ايديك جواها. طبعا دي مش ايد، دي حاجه كده استغفر الله العظيم تمام. طيب فهو ده الساينوفيال يا ولاد ميمبرين،
وهيمد بقى بصباع اللي هو ده، خدوا بالكم اهو، يغطي التندون بتاع البايسبس، اللونج هيد اوف البايسبس. بس خدوا بالكم اللونج هيد اوف بايسبس هيعدي من تحتيه ولكن مش هيخترقه، فهيعمل كانه ساينوفيال شيس للتندون اوف البايسبس اللي هو باللون الاحمر ده. عرفتوا بقى جملة ان التندون لونج تندون اوف البايسبس انترا كابسولار، جوه الكبسول، وده بسبب ان السوبرا جلينويد تيوبريكل الكبسول مسك براها، لكن اكسترا ساينوفيال ما بيخترقش الكيس ولا الصباع اللي طالع من الكيس ولكنه معدي تحت الصباع ده. تمام، نيجي بعد كده للليجامنتس اوف الشولدر جوينت. مش انت لما بتجيب هدية حلوة كده لاختك، مشيها اختك عشان انتوا لسه صغيرين، بتلفها بورق سلوفان وبعدين بتجيب كده رباط انيق وتلفها بيه عشان محدش يعبس بالهدية دي. طيب احنا بقى عايزين اربطة تربط على الكبسول علشان تزيد من الاستابيليتي بتاعته وتحفظ الهيوميروس ان كونتاكت مع الجلينويد فوسا. فعندنا الحقيقة 3 ليجامنتس يعتبروا فولس. يعني ايه فولس؟ يعني مجرد الفايبرز بتاعت الكبسول طخنت شوية فبالتالي عملت لنا فولس ليجامنتس. طيب يعني هي جزء اصلا من الكبسول فعشان كده بنسميها فولس ليجامنتس، بس فايبرز تخينه شويه. وفي ترو ليجامنتس بقى، يعني هي مش ماسكه في الكبسول ولا حاجه، هي معديه على الكبسول مرور الكرام وماسكه في عظمتين بعاد عن الكبسول، او يعني مش ريليتد للفايبرز اوف الكبسول. احنا عندنا الحقيقه في ليجامنت اسمه كوراكو يوميرال ليجامنت، جاي من عند الكوراكويد بروسس هنا كده لحد الجريتر تيوبروزيتي اوف الهيومرس، ده الجريتر تيوبروزيتي. عندنا 3 بقى ليجامنت اللي هم بقول لكم عليهم الفولس. ادي 1 كانه جزء من الكبسول يا ولاد بس فايبرز تخينه شويه، وادي 2 تاني 1 اهو، وادي 3 الفايبرز هنا تخينه شويه وعامله زي حزمه كده، فده هنسميه سوبيريور وده ميدل وده انفيريور. ودول ماسكين بقى في الليبرام جيلينويدال من هنا زيهم زي الكبسول. السوبيريور والميدل ماسكين في الليسر تيوبروزيتي، ما هو ده ليسر تيوبروزيتي وده جريتر واللي ما بينهم ده هو البايسيبيتال جروف. انما الانفيريور هيمسك تحت شويه بقى ناحيه السيرجيكال نيك شويه. طيب كده 4، احنا عايزين 1 خامس. في 1 تاني بيعبر فوق التندون اوف البايسبس كده واسمه ترانسفيرس هيوميرال ليجامنت عشان يحفظ التندون اوف لونج هيد اوف بايسبس في مكانه وما يفطش لفوق مع اي حركه من حركات البايسبس، واسمه ترانسفيرس هيوميرس وده ترو ليجامنت. بصوا هنا يا ولاد الليجامنت ده فيري ترو اهو، وبعيد خالص عن الكبسول وجاي من ناحيه الكراكويد اهو لحد الجريتر تيوبروستي واسمه كراكو هيومرال. شايفين الفايبرز دي ملهاش علاقه بالكبسول خالص واسمها ترانسفيرس هيوميرس، وبتحفظ التندون اوف اللونج هيد اوف بايسبس في مكانه في البايسيبيتال جروف. الفايبرز بقى التانية دي فايبرز تخينة من الكبسول نفسها فعشان كده بنسميها فولس ليجامنت، واحد سوبيريور وواحد ميدل بيمسكوا في الكلكوعة دي اللي هي الليسر تيوبروستي، انما الانفيريور اللي تحت رايح لحد السيرجيكال نيك اوف الهيوميروس ماسك فيها، يبقى احنا عندنا 5 ليجامنتس. طيب احنا كده حققنا التايب مين مع مين، الكبسول اللي بيبطنه، الاربطه اللي عليه، فاضل لنا الموفمنت والماسلز اللي بتعمل الموفمنت دي. طبعا احنا اتفقنا انه بولي اكزيال عنده محاور كتيره فبالتالي كل الحركات بتحصل عنده، فليكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن ميديال روتيشن لاترال روتيشن وسيركم ادكشن. المطلوب بقى نجمع العضلات اللي احنا خدناهم طول المنهج ونرصهم دلوقتي، بس خلونا نتبع القوانين.
العضلة الدلتويد احنا قلنا قبل كده انها بتعمل كل الاكشن ما عدا الادكشن، يبقى هتعمل كل الاكشن ما عدا الادكشن. يبقى في الفليكشن حط لي الانتيريور فايبرز بتاعة الدلتويد، هحط الدلتويد. في الاكستنشن برضو هتحط لي الدلتويد بس بوستيريور فايبرز. في الابدكشن هتحط لي الميدل فايبرز بتاعة الدلتويد، صح؟ ما بتعملش طبعا الادكشن. في الميديال روتيشن والله الانتيريور فايبرز بتاعت الدلتويد. في اللاترال روتيشن برضو هتحط لي ها البوستيريور فايبرز وفي الدلتويد. يبقى اول حاجه هتمسكها لي هتوزع لي الدلتويد على جميع الاكشن ما عدا الادكشن. طيب قلنا قبل كده ان المنطقه بتاعت لو دي الهيوميروس وعندها هنا جريتر تيوبروزيتي وهنا كده ليسر تيوبروزيتي وهنا بايسيبيتال جروف، المنطقه الدايره الخضراء دي بتاعت البايسيبيتال جروف بالليسر تيوبروستي، كل المنطقه دي بتعمل ادكشن وميديال روتيشن. طب مين اللي ماسك فيها؟ والله الليسر تيوبروستي ماسك فيه سب سكابولارس، والميديال ليب اوف بايسيبيتال جروف ماسك فيه تيرس ميجور، والفلور هنا ماسك فيه لاتسماس دورساي، واللاترال ليب هنا ماسك فيها بيكتوراليس ميجور. يبقى كل الدايره اللي انا رسمتها دي بتاعه الليسر تيوبروستي والبايسيبيتال جروف كل العضلات دي وانت مغمض بتعمل ادكشن وميديال روتيشن، ادكشن وميديال روتيشن. يبقى هنا في الادكشن هرسم الدايره، قلناهم بقى في الميديال روتيشن الدايره، الدايرة دي تعني ايه؟ تعني العضلات اللي ماسكة في الليسر تيوبروزيتي وفي البايسيبيتال جروف، ميديال ليب ولاترال ليب وفلور، خلاص؟ طيب نيجي بعد كده خلاص نفذنا القانونين دول، نفتكر بقى احنا من تجميعاتنا في المذاكرة الفليكشن مين اللي كانت بتعمله. بصوا معايا للانيميشن ده اللي على الشمال، شايفين البكتوراليس ميجور بترفع ال ارم لفوق في حركه الفليكشن ومعاها الكوراكو براكيالس. طب الاكستنشن اللي على ورا ده مين اللي كانت بتعمله؟ فاكرين التيرس ميجور واللاتسماس دورساي مش كانوا بيرجعوا الدراع على ورا في حركه اكستنشن زي كده؟ طيب لما اقول لك ابدكشن، الابدكشن في منه درجات، تشرحهم لي بقى من 0 ل 18 سوبرا سباينيتس، لحد 90 ها الدلتويد، بعدين فوق الهيد مين بقى؟ السريتس انتيريور مع مين؟ مع مين؟ مع الترابيزيس، خلاص؟ والبكتوراليس ماينور كمان، كل دول بيرفعوا فوق مستوى الهيد، تمام؟ الاليفيشن اباف ذا هيد. طيب نيجي بعد كده بقى لمين اللي بيعمل الميديال روتيشن؟ قلناها الدايره والدلتويد. مين اللي بتعمل اللاترال روتيشن؟ خدنا عضلات مهمه جدا بتعمل اللاترال روتيشن ماسكه هنا، الانفراسباينيتس والتيرس ماينور، لانهم بيشدوا العظمه على ورا. دي بقى من تجمعاتكم السيركمدكشن مجموع كل العضلات. يبقى يا اولاد ما تنسوش احنا قلنا ان هنوزع الدلتويد على كله ما عدا الادكشن، وبعدين هنرسم الدايرة دي في حاجتين الادكشن والميديال روتيشن. وبعدين بقى نعدي كده بسرعة كده من تجمعاتنا بقى في المذاكرة، الفليكشن مين أشهر عضلة بتعملها وتجيب الدراع على قدام؟ بيكتوراليس ميجور وكراكو براكيالس. الاكستنشن اللي بتجيب الدراع على ورا ما تنسوش بقى، حاجة ماسكة على قدام كإنسيرشن والأورجن بتاعها لورا، يبقى تيرس ميجور ولاتسماس دورساي. والأبدكشن ما تنسوش التلات درجات بتوعه، طبعا الأبدكشن الدايرة اللي احنا قلنا عليها، الميديال روتيشن احنا قلنا الدايرة اللي احنا قلنا عليها، اللاترال روتيشن ما تنسوليش طبعا الدلتويد مع العضلات اللي ماسكة من ورا واشهرهم الانفراسباينيتس والتيرس ماينور. دي تجميعات ودي واجب عليكم ان انتوا تجمعوا الحاجات دي. نيجي بقى للجزء الاخير في الشولدر جوينت، يا ترى ايه العوامل اللي بتحافظ ان الهيد اوف الهيوميروس تفضل ان كونتاكت مع الجلينويد فوسا وما تخلعش منها؟ لازم تلات عوامل، تقول لي تلاتة وإلا تبقى ما انتش مذاكر. أول حاجة البوني فاكتور،
شكل البون بيأهله انه يخلع من بعضه ولا لا. زي ما انت عندك الهيب جوينت مثلا، تبص تلاقي الكرة بتاعت الفيمر بتدخل في حق عميق اللي هي اسمها اسيتابيلوم، هتاخدها بعد كده في اللور ليمب. يمكن لو ما غطيناهاش بكبسول ولا ربطناها باربطه مش هيسيبوا بعض، لانه حق عميق داخل في كوره فماسكين بعض كده كده. فشكل العظم ساعات بيساعد ان الجوينت ما يتخلعش من بعضه. تقول لي المسلز اللي هي حوالين الجوينت ده وبتربطه سوا، تقول لي الليجمنتس اللي بتربط الجوينت ده، وهل بتساعد ان الجوينت يبقى ستيبل ولا لا. يبقى ثلاث عوامل هتقولهم لي. اول حاجه البوني فاكتورز، ايه رايكم في شكل العظم؟ ده انت عندك شالو جلينويد كافيتي، يعني توقع الهيوميروس من غير اي حاجه، بس الصراحه ربنا خلق لها الريم الفايبرو كارتليج اللي هي اسمها جلينويدر ليبرام جلينويدال علشان تخلي الطبق عميق فتخش بيه الهيد مستريح. طيب شايفين النفق يا ولاد اللي معديه من تحتيه العضله دي؟ مين العضله دي تفتكروا اللي ماسكه في التوب اوف الجريتر تيوبروزيتي وجايه هنا من السوبرا سباينس فوسا ومعديه في نفق هنا ما بين ال ها البروز ده اسمه كوراكويد والبروز اللي ورا اسمه اكروميون. بالظبط سوبرا سباينيتس معديه تحت نفق. النفق ده معمول من الكوراكويد والاكروميون والليجمنت اللي ما بينهم. طب قولوا لي كده اسم الليجمنت ده هيبقى اسمه ايه؟ سموه انتوا. بالظبط كوراكو اكروميال ليجمنت. النفق ده بقى يا ولاد اللي معمول ما بين العظمتين دول والليجمنت اللي ما بينهم، لما تيجي بقى العظمه بتاعت الهيومرس تطلع على فوق كده تسيب مكانها وتطلع على فوق، تلاقي النفق ده تتزنق فيه. فبالتالي عندنا الكوراكو اكروميال ارش والليبرام جلينويدال شكل العظم اللي بيساعد ان العظمتين ما يتخلعوش عن بعض. طيب الليجمنتس فاكتور بقى اهو لسه قايلينه الكوراكو اكروميال ليجمنت، ما هو ده اللي بيعمل الكوبري لما تيجي الهيد اوف الهيومرس تطلع على فوق هتتزنق في الرف اللي فوقيها ده وما تعرفش تخلع، يبقى الكوراكو اكروميال. وهتكرروا لي تاني الليبرام جيلينويدال، هي صحيح مش ليجمنت بس معرفش ليه بيحبوا يكرروها. تمام. طيب نيجي بقى للماسكولار فاكتورز. طيب المفصل اللي هنا كده اسمه مفصل الكتف او الشولدر جوينت، في عضلات بتلبسه من جميع الجهات زي الحزام الناسف. طيب دي الشوكة، ده واحد نايم على ظهره ودي الشوكة، يبقى أكيد العضلة اللي فوق الشوكة اللي هي رقم 2 دي سوبرا سباينيتس، تحت الشوكة على طول انفرا سباينيتس، ودي طرف التيريس ماينور، كل دول بيلبسوا الشولدر جوينت من ورا. الوحيدة اللي بتعدي على المفصل من قدام، خدوا بالكوا المفصل ده اتحاد الكورة بتاعت الهيومرس الهيد اوف هيومرس بالجلينويد، متلبس بقى بمجموعة من العضلات، العضلات دي بتسميها ايه؟ روتيتور كاف، الحزام الناسف، الحزام اللي بيلف الشولدر من جميع الاتجاهات من قدام ومن ورا. يبقى دي سبسكابولاريس، انفراسباينيتس، سوبرا سباينيتس، انفرا سباينيتس، واللي تحت خالص هي التيريس ماينور. خدوا بالكم لو تلاحظوا ان التيريس ميجور مش بتشارك في الروتيتور كف، لان انت لما بتيجي تتفرج على المنظر من ورا اهو، وادي الهيد اوف الهيومرس، هي واخده هنا هنا يا ولاد من الحته دي من اللور سيرت، وهتروح كده تعدي على قدام اهي، بعيدة خالص عن المنطقة دي بتاعة الشولدر جوينت، مش بتعدي عليه. فبالتالي اوعى تنسى ان التيريس ميجور اتز نوت روتيتور كف، انما التيريس ماينور روتيتور كف. ليه بقى؟ لان ادي هنا اهو زي ما قلنا السكابولا اهي من ورا، وادي الهيومرس، الروتيتور التيريس ماينور بقى واخده من الحته دي كده، لازم تعدي على منطقه الشولدر هنا عشان تمسك في اللور فاسيت. يبقى دي عدت انما دي ما عدتش، يبقى التيريس ماينور تعتبر روتيتور كف انما التيريس ميجور ما تعتبرش روتيتور كف. طب يا ولاد نعمل التيست ده كده سوا. جيب الهيومرس اليمين وبايدك اليمين الصنب يلمس الليسر تيبروزيتي،
وبعدين صوابعك التلاتة بقى التانيين اللي هما مين بقى، الاندكس والميدل والرينج، يمسكوا التلاتة فاسيتس اللي موجودين على الجريتر تيبروس دي. الصباع ده هيمثل السبسكابولاريس، سوبرا سباينيتس، انفرا سباينيتس، تيريس ماينور، ودول يعتبروا الروتيتور كاف اللي بيحوطوا الشولدر جوينت. نلاحظ سوا ان مفيش عضله هنا كده بتسبورت الشولدر جوينت انفيريورلي، عشان كده بيبقى الشولدر جوينت ليس ستيبل من تحت، مفيش عضله بتعدي من تحت، فبالتالي ممكن الراس تخلع وتنزل على تحت. تمام. طب لما تخلع الراس وتنزل على تحت ايه يعني؟ لا، ما انا عندي نيرف هنا كده بيعدي عند السيرجيكال نيك اوف الهيوميرس من ورا واسمه اكزيلاري نيرف. لما تنزل الراس بقوه على تحت هتعور النيرف ده وتؤدي الى ثلاث حاجات زي ما خدنا قبل كده: لوس اوف ابدكشن لحد 90 درجه، ويستنج على الدلتويد، لوس اوف سنسيشن على اللور هاف اوف دلتويد ماسل زي ما خدنا قبل كده. طيب يبقى اتكلمنا عن البوني فاكتور اللي هو الكراكو اكروميا الارش والليبرام جلينويديل، اتكلمنا عن الليجامنتس فاكتور اللي هو الكراكو اكروميا وبيعتبروا الليبرام جلينويديل برضو كليجامنت، اتكلمنا عن الماسكولار فاكتور اللي هم الروتيتور كاف ماسلز، وعرفنا ان الشولدر جوينت ملهوش سبورت انفيريورلي فسهل يحصل له ديسلوكيشن. في بقى اتنين جندي مجهول كده بس بيعملوا عمله جميله جدا، شايفين التندون ده يا ولاد اهو بيعدي كده فوق راس الهيوميرس اهو كده، مين التندون ده؟ ايوه، اوف لونج هيد اوف البايسبس. فتيجي الهيد اوف الهيوميرس لما تخلع على فوق في الاتجاه ده تلاقي الليجمنت ده زي الرباط كابس على نفسها من فوق يمنحها انها تديسلوكيت اب وورد. كمان يا ولاد خدتوا انتوا التراي سيبس بتطلع من الانفرا جلينويد تيوبريكل هنا بلونج هيد، تمام، وبعدين بتروح لورا. التراي سيبس دي في الباك اوف الهيوميروس هنا كده. طب وايه يعني؟ احنا قلنا ان الجوينت مش سبورتد انفيريورلي، امال ايه حكايه التندون ده وبيعمل ايه؟ هو بيشتغل حلو قوي كسبورت ديورنج الابدكشن. يعني مثلا ادي السكابولا اهي وادي الهيوميرس في حاله ابدكشن يعني كده، صح؟ طيب يجي بقى التندون ده اللي في الانفرا جلينويد اهو ماسك هنا كده اهو اهو رايح لورا، يعمل كرف يشيلها من تحت بحيث ما تقدرش تنزل في الاتجاه ده كده. يعني اللونج او التندون اوف لونج هيد اوف بايسبس والتندون اوف لونج هيد اوف ترايسبس بيشتغلوا كأربطة، واحد من فوق والتاني من تحت. شايفين هنا يا ولاد منظر للديسلوكيشن، اللي هيد اهي سايبه مكانها ونازله على تحت. قلت لكم اكتر نيرف بيتعور، وده منظر البلين اكس راي، طبعا العظم فيه بيبان ابيض. هنا فوق الجلينويد فصه اهي وهي نازله لتحت اهو منه، تمام. وقلت لكم اكتر نيرف بيتعور اللي ماشي في الحته دي وبيتاثر هو الاكزيلاري نيرف. منظر تاني لديسلوكيشن، الهيد اوف الفيمر راحت على قدام وابتدت تظهر هنا بقى تحت الكراكويد بروسس، هي طبعا نورمالي مش هنا، هي هنا اهي الجلينويد كافيتي عريان اهو مش لازق في الهيوميروس، وبنسميه ده سب كراكويد ديسلوكيشن. هي الصراحة انواع الديسلوكيشن مش عليكم. شايفين لو تلاحظوا ان كتف الراجل ده سليم ومفهوش حاجة، هنا بقى لو تلاحظوا تحت الكلافيكل اللي هنا كده في الحتة دي في كورة هنا جت، الهيد اوف الهيوميرس راحت اتخلعت وجت كده على قدام، تمام. الجزء الثاني من محاضره النهارده عن الاسترنو كلافيكولار والاكروميو كلافيكولار جوينتس، ودي جوينتس اوف شولدر جيردل. طبعا انتوا عارفين ان عظام الشولدر جيردل هي الكلافيكل والسكابولا اللي بتوصل الابر ليمب بالاكزيال سكيلتون، يعني الجيردل هو الحزام اللي بيوصل الابر ليمب بالاكزيال سكيلتون.
طيب زي ما اتفقنا في اي جوينت بنقول التايب بتاعه ايه. طيب هو بلين ساينوفيال، سواء الاسترنو كلافيكولار او الاكروميو كلافيكولار، ولكن الاسترنو كلافيكولار بنقول عليه موديفايد، وهنعرف السبب كمان شويه. بلين يعني سطح بلين مع سطح بلين، وبالتالي بتلاقي الموفمنت عندهم يعني فيري رير فيري رير. تمام، زي ما اتفقنا في اي جوينت قلنا التايب بتاعه ايه، مين مع مين، الكبسول ساينوفيال ميمبرين لو في ليجامنتس بتربطه، تمام، واخيرا الموفمنت. طيب الجوينت اللي قدامنا ده اللي هو الاسترنو كلافيكولار جوينت، مين مع مين بقى في المكان ده، دي مين، دي الكلافيكل، دي مين، دي الاسترنم. انهي جزء من الاسترنم؟ راس الاسترنم من فوق اسمها مانوبريم استرناي، ده الفيرست ريب. الفيرست ريب بيلحم مع الاسترنم عن طريق قطعه كوستال كارتليج هنا. طيب الاسترنال اند اوف الكلافيكل بتيجي تقرب وبتعمل جويننج للمانوبريم استرناي وكمان للفيرست كوستال كارتليج، يبقى ثلاث حاجات عاملين الجوينت هنا، مين مع مين، سترنال اند، مانوبريم استرناي، والفيرست كوستال كارتليج او الكوستال كارتليج اوف ذا فيرست ريب، يقربوا على بعض. طيب شأنه شأن اي ساينوفيال جوينت ليه كبسول، فبالتالي الكبسول ده بيحوطهم كلهم اهو، داير ما يدور من قدام ومن ورا. طب الكبسول ده بقى ماسك فين، بنقول كلمه واحده، جاست اوتسايد ذا ارتيكولار مارجن، جاست اوتسايد ذا ارتيكولار مارجن، مش ده الارتيكولار مارجن، يبقى جاست اوتسايد الكبسول هيمسك هنا، مش ده الارتيكولار مارجن يبقى هيمسك هنا وهيمسك هنا، ونغلف كل ده كده بكبسول واحد داير ما يدور. طيب يبقى الكبسول اتاتشد جاست اوتسايد ذا ارتيكولار مارجن، متبطن بساينوفيال ميمبرين، ايوه. طب ليه قلنا عليه موديفايد بلين ساينوفيال؟ لان جوه يا ولاد الكبسول لو شلنا الكبسول زي على الناحيه الشمال، الكبسول موجود هنا على الناحيه اليمين وشايلينه على الناحيه الشمال. شوفوا على الناحيه الشمال هتبصوا تلاقوا زي العدسه من فايبرو كارتليج مدوره داير ما يدور، ماسكه حواسها حوافها فوق ومن تحت، اسمها ارتيكولار ديسك. قسمت الكافيتي الى اتنين كافيتي، عشان كده بنسميه موديفايد بلين. وهنعرف ايه فايدتها الارتيكولار فايبرو كارتلاجينس رينج اللي جوه دي، هي زي العدسه المدوره موجوده ماسكه من فوق وماسكه من تحت وفري على من الاطراف. تمام، طيب الكبسول متبطن بساينوفيال ميمبرين وسميناه موديفايد بلين ساينوفيال عشان خاطر الارتيكولار ديسك اللي موجوده، في بقى ليجامنتس، اربعه ليجامنتس. طيب في فولس ليجامنتس يعني مجرد تخن في الكبسول من قدام ومن ورا، فهنسميهم انتيرور وبوستيرور وسترنو كلافيكولار ليجامنتس، يعني فايبرز تخينه موجوده في الحته دي. في بقى ليجامنت يعني فيري سترونج بيحفر في الاندر سيرفيس بقى هنا اوف الكلافيكل نير الاسترنال اند مع الفيرست كوستال كارتليج اللي هو ده عند الجنكشن بتاعه مع الريب، مش دي العظمه اللي هي الريب وده الكوستال كارتليج، من ناحيه الجنكشن في الحته دي تطلع فايبرز اتاتشد للاندر سيرفيس اوف الكلافيكل، وده يا ولاد قوي جدا، اللي يشوف الاندر سيرفيس اوف الكلافيكل في الحته دي يلاقي الليجمنت معلم عليها في علامات رف على الاندر سيرفيس اوف الكلافيكل، اسمه كوستو كلافيكولار وده فيري سترونج ليجمنت. فين الليجمنت الرابع؟ الليجمنت الرابع بيربط الميديال اند اوف الكلافيكل اوف وان سايد بالاذر سايد اهو، الوصلة دي اسمه انتر كلافيكولار ليجمنت، يبقى هما اربعة ليجمنتس ريليتد تو ذات جوينت. طب ايه فايدة الارتيكولار ديسك ده؟ لو واحد خد خبطة على ايديه وقع في عند الاوت ستريتشد هاند، لو حظه كويس والعظام بتاعته ما اتكسرتش، فالفورس اللي هو خدها الخبطة دي هتتنقل من اولا من ايديه للريديس، ومن الريديس للالنا، ومن الالنا عن طريق الالبو جوينت للها الهيوميروس، ومن الهيوميروس للسكابولا، ومن السكابولا عامله ارتكوليشن مع الكلافيكل للكلافيكل،
ومن الكلافيكل بقى تمشي الخبطة، الخبطة هنا لو كل ده ما اتكسرش وبقى كويس، تيجي الخبطة تتخبط هنا في الارتيكولار ديسك فتأبزورب كل الشوك، تمام، وممكن تعدي على خير. إلا بقى لو الخبطة جامدة واتكسر في النص، طبعا مش هتلحق الخبطة توصل للارتيكولار ديسك. يلا انتوا قولولي بقى مين الليجامنت ده اللي بيربط الكوستال كارتليج بالاندر سيرفيس اوف الاسترنال اند؟ مظبوط، كوستو كلافيكولار. مين الجوينت ده؟ ستيرنو كلافيكولار جوينت. نوعه ايه؟ دبل بلين ساينوفيال. مين الليجامنت ده؟ ايوه، ما بين الاثنين كلافيكل، انتر كلافيكولار. ايه الديسك اللي جوه ده لو قشرت الكبسول؟ ها، ارتيكولار ديسك انسايد ذا ستيرنو كلافيكولار جوينت. طيب ده واجب، ممكن نايدنتيفاي 1 ايدنتيفاي 2 تمام، ايدنتيفاي 3 تمام، ايدنتيفاي 4 تمام، ايه كمان؟ ايدنتيفاي 5. خدوا بالكم 5 و 3، 3 دي ليجامنت و 5 جوينت، عشان بس ما نلخبطش. نيجي بقى للجوينت يا ولاد التالت في محاضرتنا النهارده، وهو الاكروميو كلافيكولار جوينت. اكروميو كلافيكولار جوينت، طيب مين الصباع المتني ده؟ ده الكوراكويد، يبقى اللي ورا ده اكيد هو الاكروميو لانه الورا، وادي العظمه اللي بالعرض دي هي الكلافيكل، ودي الاكروميال اند اوف الكلافيكل، تلمس هنا الاكروميون. خدوا بالكم الاكروميون ليها لاترال بوردر لبره وليها ميديال بوردر، هي تلمس الميديال بوردر اوف الاكروميون ويعملوا جوينت هنا. طب نوعه ايه؟ بلين ساينوفيال. طب اي ساينوفيال جوينت بيبقى ليه كبسول، الكبسول اتاتشمنت بنقول جاست اوت سايد ذا ارتيكولار مارجن، يعني لو الحته دي بتلمس الحته دي يبقى الكبسول يمسك يا دوبك براهم هنا وهنا. طب لايند بساينوفيال ميمبرين اكيد. طب ليه ليجامنتس بتربطه؟ طبعا، بس الليجامنتس دي بقى من فوق ومن تحت، عبارة عن thickening. طيب في الاسترنو كلافيكولار كانت من قدام ومن ورا وكانت فولس، طيب زي ما خدنا فولس في اتنين ترو، مين الاتنين ترو دول؟ شايفين الليجامنت ده يا ولاد اللي بيربط الكوراكويد والاكروميون؟ اهو ده اسمه كوراكو اكروميال، وده بيساعد انه يكون ارش، نفق، القبة بتاعت النفق اللي بتعدي من تحتيه عضلة اسمها ايه يا ترى؟ فاكرين؟ العضله اللي بتعدي من تحت النفق ده اسمها ايه؟ اسمها سوبرا سباينيتس ماسل، اهو التندون بتاعها المقطوع ده اهو، عشان تمسك في التوب اوف الجريتر تيبروس، بتيجي تعدي من تحت النفق ده، يبقى ده كوراكو اكروميال ليجامنت اللي بيشارك مع الكوراكويد والاكروميون في بناء النفق اللي فوق السوبرا سباينيتس او سقف النفق. طيب دي اول ليجامنت. تاني ليجامنت بقى، في ليجامنت بنسميه الكوراكو كلافيكولار، وده فيري فيري سترونج، زي ما خدنا في الاسترنو كلافيكولار ان في ليجامنت اسمه كوستو كلافيكولار فيري سترونج، هنا برضو كوراكو كلافيكولار، وده الحقيقه ليه جزئين، جزء ده والجزء الاخضر ده، تمام. الجزء ده اسمه كونويد والجزء ده اسمه ترابيزويد. خدوا بالكم الكينويد هو اللي ميديال والترابيزويد هو اللي لاترال، لاترال فيها تي يبقى ترابيزويد، كونويد هو اللي ميديال من غير تي، خلاص يبقى كونويد وترابيزويد، الترابيزويد هو اللي على بره لاترال. خدوا بالكم بقى زي ما قلت لكم، اما انت تشيل حاجه في ايديك بيجي الوزن يتنقل من ايديك للريديس للالنا وبعد كده للالبو وبعد كده للهيومرس، ومن الهيومرس بيتنقل للسكابولا دي. طيب السكابولا بقى هتنقل الويت للكلافيكل ازاي؟ هل هتختار الجوينت ولا هتختار الليجامنتس بتوعها؟ هتختار الجوينت ده عشان تنقل الويت ولا الليجامنتس؟ الحقيقه هتختار الاثنين ليجامنتس دول،
وتنقل الويت عن طريقهم، الكراكو اكروميال والكراكو كلافيكولار. بس الحقيقه الاكتر واللي هيستحمل الكراكو كلافيكولار فيري فيري سترونج، فهو اللي هينقل الويت بتاع اللي جاي من السكابولا للكلافيكل، ومن الكلافيكل طبعا عن طريق اتحادها مع الاسترنم للاكزيال سكيلتون في النص. تمام، يبقى ما تفهمونيش غلط، هو دلوقتي الويت لما يتنقل للسكابولا يتنقل بعد كده للكلافيكل مش عن طريق الجوينت ولكن عن طريق الليجامنت. طب انهي ليجامنت، الكراكو اكروميال ولا الكراكو كلافيكولار؟ هما الاثنين، بس الاكتر والشديد والقوي هو الكراكو كلافيكولار. طيب نحل السؤال ده يا جماعه كده، بوترو اور فولس، كل الاستراكشرز دي ار انترا كابسولار استراكشر، يعني جوه الكبسول بتاع الشولدر جوينت اكسبت بقى الجلينويد كافيتي والسوبرا جلينويد تيوبريكل، هل داخل الكبسول يعني الكبسول بيغطيهم؟ طبعا. تندون اوف لونج هيد اوف بايسبس اكيد، ليبرام جلينويدال اكيد لان الكبسول اتاتشد جاست اوتسايد ايت فيبقى هو جوه. الهيد اوف هيوميرس اند ميديال بارت اوف اتس سيرجيكال نيك، هيد اوف هيوميرس طبعا، الميديال بارت اوف اتس سيرجيكال نيك انفيريولي صح، بتبقوا داخل الكبسول. سينوفيال ممبرين ايوه داخل الكبسول وفي جزء منه بيبوظ مع التندون اوف البايسبس ويغطيها، الصباع اللي قلت لكم عليه. الجلينو هيوميرال ليجامنتس طبعا غلط، الجلينو هيوميرال ليجامنت دي من بره الكبسول. لونج هيد اوف ترايسبس لا طبعا دي من بره الكبسول لانها ماسكه في الانفراجلينويد تيوبريكل والكبسول اصلا مش ماسك في الانفراجلينويد تيوبريكل. وطبعا يا اولاد دي وسائل الاتصال، محدش يتردد ابدا انه يتواصل معايا لو عنده اي سؤال، حتى لو انا اللي مش بديك المحاضره تواصل بكل حريه، ده الميل ده الموبايل، دي قناتي على اليوتيوب دكتور رشا ربيع، وطبعا على الميسنجر في اي وقت دي صفحة الفيس. شكرا جزيلا.